هذا وتعد التوعية محورا أساسيا في مواجهة أزمة كورونا، حيث يأتي الالتزام بالتدابير الوقائية في مقدمات وسائل الحماية. وفي هذا السياق تعمل الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية على دعم الجهود التوعوية بابتكار أساليب أكثر فعالية. يعتبر تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أساس الجهود التي تقود إلى إسدال الستار على كارثة كورونا والتي طربت العالم كله. وفي هذا الإطار تأتي أهمية الالتزام باستخدام كمامة الوجه ومبدأ التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وتجنب الأماكن المزدحمة. I am seeing that you are not wearing gloves. And you are entering supermarket, you know there is too many people inside. So ma'am, please you have to wear gloves and keep 1 meter between you and the other person inside. تخلون بس مسافة بينكم وبين أشخاص ثانية، دشيتوا محلات، أسواق. تتركين مسافة بينك وبين الشخص اللي يكون يمك على الأقل متر واحد. وفي إطار العمل على ابتكار أساليب توعوية فاعلة للتواصل مع كافة الفئات، استخدمت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية الطائرة المسيرة كوسيلة توعوية للتواصل مع أفراد العمالة الوافدة والعمل على توصيل رسائل إعلامية واضحة تؤكد على التقيد بمعايير واشتراطات السلامة، سواء في السكن الجماعي المشترك أو أثناء تواجدهم في الأماكن العامة. محترم کارکن اپنی حفاظت کے لیے بازاروں پبلک مقامات پر دوسروں کے ساتھ ہمیشہ کم از کم 1.5 meter کی دوری رکھیں اور بھیڑ والے علاقوں اور جگہوں میں جانے سے گریز کریں اپنی رہائش گاہوں میں سیفٹی ہدایات کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ان پر عمل کریں اور خلاف ورزی کے بارے میں رپورٹ کریں آپ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے جنرل ڈائریکٹریٹ آف میڈیا اینڈ سیکیورٹی کلچر کی نیک خواہشات ويعكس الاهتمام بمضامين هذه الرسائل الإعلامية والتجاوب معها مدى فعالية الوسائل المستخدمة وقدرتها على مخاطبة الجمهور بلغة قريبة له، مما يمهد لتحقيق الأهداف المطلوبة.